النهارده الجيش الملكي المغربي بيفوز ببطولة الدوري المغربي 2023 في الدقيقة 91. الجيش الملكي المغربي كان متعادل مع فريق اتحاد طنجة بهدفين لهدفين. في الدقيقة 91 الجيش الملكي جالهم ضرب جزاء في الوقت القاتل، اللاعب رضا سليم سجل الهدف الثالث للجيش الملكي. بكده الجيش الملكي بيفوز ببطولة الدوري المغربي ب 67 نقطة، فرق نقطة عن الوداد الرياضي المغربي. لو كان المباراة انتهت تعادل كان الجيش الملكي 65 نقطة والوداد كان بيحتفلوا انهم فايزين باللقب، كل فرحتهم راحت هدر بسبب انهم ما استنوش لنهاية مباراة الجيش الملكي واستعجلوا الفوز المبكر. طبعا لو كله شاف مباراة الوداد الجماهير كلها كانت بتحتفل وشماريخ وكده، بعد المباراة حالة سكون لجماهير الوداد. الجيش الملكي المغربي اقتنص اللقب في الدقائق الأخيرة. اعتقد انها اعظم موسم للدوري المغربي ان هو ينتهي النهاية ديت، عامل زي الدوري الالماني لما كان البايرن وبروسيا دورتموند نفس السيستم اللي كان ماشيين عليه، تشويق ما بعد تشويق.